إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوة الإيمان والإسلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحدونا يا بإذن الله الكريم إن أنا هلكن كسو قدبيو حلقة أما فردي وكمل دروستي أين آخرين تري، لكن سجارة أهمية أولى أهمية سوى حيتهاي علماء أبحثي قبل كان لو يقان الصومالي قلبات أما ضدك قارئ يقانان أقاديني يقانان قبل كاسة علماء دعوة وآدي علماء دعوة قامين يجزاه الله خيرا خير الجزاء وأحسن الله إليه شيخ أمل أما لو يقانو شيخ محمد عبدي أمل جزاه الله خيرا وغني عن التعريف وغني كا إلا تعريفيه هذا يقول أنت سنغطو يهدي شخصية سنغطو ضد يقانان لغونا اوغي هاي كنا عم بحي دين فافين يا دعوة دين تو فافين اي تهي ساقي يا انت الله سعطب اي تهي ما هاي كتابك الله يا السنة نبي محمد صلى الله وسلم عليه او لغا رسيو بلشنا بلشو ينك يا عالم كبه انت لغا قارو اي واحد عدي اي مدى الايام هاد اي نغتا غيا في ايام الماضية ان الشيخ aaday oo daawo aaday gobolka isagoo oo socdaalkiisu ay ku heliyaan sheekha aamka isagana la yaqaan macruufka ah sheekh Hassan Ashkir Ibrahim Yarah oo isagana macruufa oo daawada in dheer ku soo jiray oo sheekh walba ka sii daaweyn iyo culimo kale oo hoggaaminayaan ujeeddada culimada ay u baxeen waxay ahayd ama safarkooda safar daawi ah sida safarro badan oo sheekhu ugu bixi jiray qodobada uu baxay waxaa ka mid ahayd in macad وردير وقف لو بحيي اي سوق دومان يدو هالكا لغا ربو ان دين تلو فافيو ومدارس يا مراكز يا مساجد لغا نسو طبعا وين دعضي سفي عم بان هالكا ايو دعضي وحانا كسو قيب قلي دقان كا لما اسمام الكا سو ماردا ويساقونا او مصطف اما اكتر وهو قامين ايو هالكا سلو سوق دونسيي وهو كان الشيخ مجدد صوب حيين ودعوة وقارسيو ما دام أمارت قبلكو إن بدل أمارت يا هاس ونعي دعوة ديسو على هذا بدنا إيه رقاديين إنه دعوة أسرة يا قرابة وقارسيو إساقو أقول لكم إياه أما هو كان سمي قول الله تعالى الله قول كيسا وأنذر عشيرتك الأقربين قرابة هذا دو ودك رسالة النبي وحان أقنا إنا عام تاي لكن خاصة وعامة سيقارة أسرة دي بالله الشيخ سيقول لك دات كيوردن او عيالا نبي وقال لي دعوه ان يقول لك غير ان دعوه دي سير عام هيد او رسول شوكيلو دير جير رسول كستا قوم كيس اما النبي هذا اذا اخوه الايمان والاسلام قبل بككل صدحات ايوب بحوا هي هيد مراكز او معاهد كفرن هلكاس او ايغو اي ماركت اي مركو هربا اي صوبو هاين اني صوبو غدان او تيودودن اي سي تيهيان ولماذا الدعوة وضعنا هلك أي قابلان يقول أولاد جيدة سيدة أن أنا ورجال إن أنا كنا قانا معروفنا يكويهين دعوة إن هرقشو دين تألان ضدكو أي قاتان الصافدة وحبا أين كنا هرين وقال الله وقال الرسول الله صلوات الله والسلام عليه سنة النبي الدريقة هدي النبي صلوات الله والسلام عليه كنا نقميان كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا الشيخ هلكاس هدي الشيخي أو طلابات إنك أبحي نين لو يقان جمال الشيخ حسين ومعروف كوا إن علماء حق حقته سواء وحلو يقان أو علماء أين أن ما أنت كو قرنينين أو مكان وكسو بحي أو جامعة وكسو بحي أو مدرسة وكسو بحي فضلا إسكاب بدابا إنو كسو بحي أو ماجستير أما بيجدي يوحي لوحيانا هذا اللي سكو أقون صدو ee waxa yaraha lagu yaqaan waxa kamida ininkaas in uu yahay nin aad iyo aad culimada wax ka xagta aqoontiisana meel dheer ayna gaarsiisnayn
suufi iyo mabaadiida suufiyada ee dadka ugu yeedha hawo ugu yeedha iyagaaba sii kala duwani in badan caam wuxuu ku yahay inuu degmooyinka wareego oo yidhaahdo waraadha anaga diin cusub baa la idin sheegay diin anaa idin sheegay baroorta idejiya oo lacag isiiya kadib marka xoogaa loo jamciya lacag isiiya oo meesha uu rusadu ka dhaqaaqo meel kale adana tegi war anugu kanaanayo khatar baan hay waan duulaa intanan taga intana way hayaa baalbaasha ii dhiiba anaa wax idiin samayn wixii kalena iska xaaqa diin cusubbaa timidi xoogaagiisa marka waxay haddana uu ka tago oo waa loogee macruufa intaasoo makaanbe ka dhacday oo dadkii waa buraahin iyo waxaa loo hayaa maxayada xujooyin iyo shuhaadaan keenaynaa hiya ayaanu shuhuud idan ikhwatiliimaan ninkaas waxaa dhacday in culimadii uu sheekh hogaaminayay uu ku xadgudbay nabiyulaahi maxamedna uu ku xadgudbay ku meel abuurtay idan anoo doonaya inaan soo gaabiyaan doonayaa nuqaadka iyo khaladaadka uu galay inaan ishaaro anoo ula jeeda ilaahay dartii in ilaahay naga abaalmariyo iyo difaaca culimada iyo diinta iyadana aan ka rajaynaya in jannada aan ku tago biidnillaahi alkariim qodobka horta ugu horeeya uu ku hadlay waxay ahayd wuxuu yidhi sidii isaga ood moodo ama ay ka muuqato inuu dad jaho warar u gudbinayo sida muqaabalaadka oo kale ama sirdoon inuu yahay ayaa wuxuu yidhi wadaadku wuxuu ka tirsan yahay bin urlicina ictisaam iyo cudu ka yahay taa cadayn baa looga baahanya inuu ka yahay iyo baraahiim oo dabcan haddii uu hadda aan dhahno farda un taqdiiran koox diin wada oo dhib kalena wadin haddii xataa uu ka tirsan yahay waxaan leeyahay wax dee dhibaba kumaba sii jiraanba idan tirsanaanta laakiin waxaad moodaa inuu meel ku lambaraynayo isagood moodo jaha inuu u shaqeeyo iyadana waa arrin looga baahan yahay inuu barhaanta keeno barahinta ama xujooyin la yimaado qodobka labaad sheekh xasan ashkir ibraahim yalax oo isagana dacwada baac dheer kule macruufa oo isagana uu ku tilmaamay inuu isagana yacnaha warrada siyaasiga uu ku dhex jiri jiray aada iyo aadana u maartay sheekh ugu fogaaday taana iyadana waa mid ay aad garanayso inayna sal iyo raad toona aynan maxay ahayday qaababka u sheegay ama suu u dhigay ayna sax ahayn qodobka labaad iyo waxyaalaha uu ku hadlay waxaa ka mid a inuu yidhi yufariquuna bayna almuslimiin culimada dacwada wada wuxuu ku tilmaamay inay umadda kale geynayaan culimadaasoo shacaarkeedu yahay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu war kitaabka ilahay qabsaal yaan lagu kala tegin idan haddii qofku uu intuu inxiraaf sameeya ama ilahay wax ka sokeeyo baryo ama khaladaad u galo ood ka leexato dee war diinta alli iyo sunnada nebiga ha la qabsado tafaruq ma ahe midda la rabo ee lagu kulmo waa kitaabka ilahay iyo sunnada nebiga wixii ka baxsan baa tafaruq wada ama nooc kale wada qodobka saddexaad wuxuu yidhi mayna u bixin fii sabiili illahi mayna bixin bal fii sabiili illahi uma bixin ma isagaa dadka quluubtiisa jeexay nabiyulaahi maxamed baa wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi lam u'mar an anquba quluuba annaas dadka quluubtooda inaan baadho la ima dirsan nanu naxkumu dawaahir cumar bin khadaab baa yidhi sidoo kale nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi qisadii usaama waa ka marka uu yidhi ninkan uu isku qarinayo towxiidka ninka intuu towxiidsaday marka hore muslimiinta la dagaalamayay ee shaatay nabiga alla muxuu yidhi afalaa shaqaaqta qalba qalbigiis maxaad u jeehway ilaa aad ka ogaata marun buu yihi masooma dhihin idan qofka hadduu khayr kaaga muuqdo daahirkan baad xukumi intaasuna waa mid uu diinta uga gafay oo khalad uga galay in aan quluubta shaqaba laynooba dirinba lambarka waxaan dhihi karaa afraad lambarka afraad waa xadiista uu ku been abuurtay ee nebi maxamed ka sugnaatay nebiguna uu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi ninka igu been abuurto oo iftara igu sameeya isagoo u qastaya ha u diyaar garooba meesha uu ka gelin haa naarta idan nebiga uu ku been abuurtay waxyaalaha uu tiirinayo bukhaari waxaa ka mid a xadiis inuu intuu dabagadiyey in yar intuu ka soo qaatay dabada kaga kabay dhinacana intuu ka soo gooyey meeluu ka keenayna aqooni bukhaarin aan ku oolin wuxuu yidhi nebigaa yidhi buu yidhi soo u tiri laa talbasuu annaasa soobay zuur war dadka ha u xidhanina lama maro oo beena dadka ha u xidhanina xaggee buu ku yidhi bukhaari waa kanaa ka keeno dadka ha tuso intan yare qaybtan dambe ah qayb ka mid a oo uu maxay ahayd ka khuseeya xadiiska bukhaari ku yaalla bisuu leeyahay xadiisku asmaa binta abi bakar baa warinaysa waxay leedahay islaam baa nebiga u timid waxay tidhi islaan nin baa iqabaa islaanna waa ila qabaa waxaan rabaa inaan ninkaa isu dhargiyo oon islaanta u tuso inuu ninku wax gaara aniga isiiyo wax gaara inuu isiiyo nebi alla umay bannaanta
وحنبي يقول صلوات الله والسلام عليه المتشبع بما لم يوضع قفك اسكدر جي يصم وجي يصم ظاهر يا وحن لسينين ذاتك يصم وجي كلابسي صوبي زور وحول مدي هينين لو مرة بين قاتي ولماذا قفك نفتي سين دو بين قفك كرنا وحصل صوين بيروان سمعي إذا شراء بضم بحديث كبه يعني وحينا قصي سنين كان حديث كاينو قول باقا ديي نبي كان أكو بين أبورتي حديث كسو يجينا وسنهين يوين تو هذيك سيطانا حديث كان يسجن أكو خلطي يسجن أكو بدلي وحوي النبي يقول لا تقصوا الناس تتك هو قصانينا هو قصانينا وهو ما يوصلوا قصانين إلا أمير أو ثقة مويان ومركا أتكو حد قدبتان طب تاسو هذيك سنين حديث كاسون الصام إيه حديث كاسو هو يهي لا يغص على الناس إلا ما هي إلا أمير أو مأمور أو مراء روايات كلام مختال يعني أنا نبي وهو يوصل ويصانين أما ما بحبه نبا هذه لا ده أما حالا دي كرنا في بالك دي كرايو يوصل ويصانين نين أمير أو ملاح مويا دتك يوصل أما خطبة وآخرين أما وعشيقي أما نين لأمور مأمور والله أمري حديث كما نيسو أساس أما مركي كلام حي نقول هذين إنسان نقولين إنه مرائي سوسو سيهاي أو مغتال إسكبرين يويه إذن لفتك أسم أنا يال بضان يشرع بضان بلاد هاي لكن لفتك أنا هو بدلي وونا خلدي وونا استوى مريي مانا لو أدك سنة وأدك سنة إذن وحلينا هاي هانا طوبت كانوا أحاديث تنهيس كفيريو لبركة شراد واحد قد بيدي سكاميدها وحاكاميدها إنو يلي ديما هالكا كجيرا ديما هالكا كجيرا مستمع وهيستو ديما هالكا كجيرا ما مس دين قليا كجيرت ديما هذيك سيد جمع بهذيك سيد خلالات كسا كميتا يوحي لي جهل جيس إن الدين عند الله الإسلام بين هي إسنا ديما تيرو لي ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين إذن هل دينا أنه أم سنة إذن تصنع وقرادات كسا ظاهر كفاحش كا قضب كل حاد وحياه يجري وحكم ذها أمضنا أم بحنا إلا كلا جيو إلا في الديان أم بحنا أمضنا إلا كلا جيان أم بحنا إلا في الديان أم بحنا حق الله قال أمضنا دين تلوش شيء يا حق ما لوش شيء يا مدارس ما لون سيا مساجد ما لون سيا وجهل يا نرجعية ما لقى بحنا يا ما وحفظنا يا ميت كلا قبورها وريجا إله وحكسك يا بريا شيء عادي يتشيع كحرمة ومضى مسلمين الدعوة إلى كهر مادة ما كان صاف في النوضة مسكك سبحان الله ككتابك إلهي سنة كل جامين يا في النوضة تصنعوا الله وقال لا تكيسة قلب كا تضبعت وعقول شيك تين كاسو الزعم يجيس الدعاء الدعاء الكاذب ولا الزعم يجا وهو يري ماشى علم وبعنا علم يكدر كسنت بلي لا بل كدرش بالله عليكم يعني منطقة ناس سومالي قلب لو يقانو متاسا كدركسن حاليا اما سنادهان دنبه اما مده دهربا دعوه كدركسن دعوه كدركسن تا اما باهنه او اوغا باهن بي او علاقاتك اي كتبتي او دنبا مالسا لغو دورا لغو اخريا تاسونا واحوة يوا كلمة واحكا جرين او ادعاء الكاذب او بيانا قطبك سيديدات وهو يري واحي او بيهن انتشار الفكر فكر فكرات خاصة اينا فافيان فكرة خاصة كما هي ده فكرة إن فافيا ويبحر فكرة الدين تإله إلا فافيا أبحر كتابك إلى ذاتك إلا هو يرى أبحر لكن مبدأ كلام ما ينبحن يا لمر كا سجال دو خيري أنكر الوهابية شاق هو أنكر الوهابية دي سيب أنكراي وهابية وشاق ويا أنكر ما هي أنا محمدية لي نلي هذا وهابية نبحي وهابية شيخ محمد عبد الوهاب كتبتي سي وان اخرنا نكستو مسلمين وانا اكسن وجعلي لكن وحانو اركسن الشيخ علماء المسلمين تكمد انو يه ونا قفي كرا ونا اصيب كرا وحو كو اصيبين وحو لغا قادة وحو كو قفين وحو لغا تغي ولي بحلي وساقو يميت حلي وحي اهيد اهد يا اهد دادكي قبوره يشيوخ دي اكو حال لارادان وغلو كو سمعيين دور هامو كغاطي سوى كتاب السنة لك سوى قادنا وصوى أرورنا عقيدة دي إيوهين أشهر حيا إذن وحالينا الشيخ السنة إلا واحد حقا كرو وانكاس
دوركيسا سو قاتاي داعي كتبتيسنا وا لا اقريا كتبتيسنا ان لو فانا مويانه هذا مره تنازلات ملو دينت الله اي كميت لكن وحنا قرسنا انو غفي كرو وي خلدنا لغا تي كرو وي صحنا لغا قادن كرو شيخنا ما انا نوين سو ان كراي قودب كتبناد و هو يلي نينكا انت جوغي شيخو ما لا يرادو 18 او سو ساري ماله 18 ما حدانا بوغلال اما كوبيال وعالمك او كلا غوشتا ايا كسو تخرجتي ميد دايركت او اخرستا يا ميد ان دايركت او اخرستا او اما كتبتي مخاي ايد كا دغايستا اما دد كلا مخاي ان مارتا او سي اخريي او سي اخريو اما وحيالها سوشيال ميديا هي امورها كسي فايدهستا بوغلال يا كوميال بشيغو ياهي او سو ساراي واخا وي وارن بنانكاي تا لارنتاس واخا مارتا اسو اسكيني وهو يقول لك هؤلاء لهم أهداف خاصة، أهداف خاصة ويتين أهداف خاصة ويتين الدين بيوتين خاص معناه خاص معناته يعني الدين بي خاص كوتاه دين لأنه بكسور جدا لكن واحد قال قال ردنت هذا الشخصية ما إياها سنة أنا وقلنا ما كنا قالنا قلب قصة الله بيتمناد يقفف كيس خلالات كيس كمان وهو ذهب أمل ست مرات ليه كور بتقوي ماشي أنت هذا أم مدوين كان هي شيخ انت انا نسو دا كور كلي تي تراحت كيسي بين ابورت كيسي كميت اي لمر كسو دحي تبنات اي وху يدي شيخ وху او تغي فوضو انو هلكا كسميو فوضو انو كسميو او شيخ دين بو ولاي خير بو ولاي فوضو ده نكي دين لا انا ام دين لا دغالمي ام با سميني ما اسغا سمي مسوا لو سمي يغا دلبري من كان هذا نكو تاغستي يا زفيدو ويا ود هذا kadiina markii la yiri waxay ahayd badayno walbada halkii ee looga jawaabay masaa'ishi oo loo sheegay oo loo sharxay ayay meesha qan ilaahay ayay fowdo sameeyeen iyaga sameeyay isagu ma sameeynin taasna waa mid mananka yaleh ee qadabka 15aad wuxuu yiri ee hal laga daayay diinta khiyaanada af laga dooyinkii say kamid oo diinta yaa khiyaanay ma ninka ilaahay wax ka sokay dadka ku xiranaya khiyaanay mise ninka le kitaabka qabsada khiyaanay dadan in aan ka eegno ee lambar kale 16aad oo ay dadka waxaan rabnaa in umad kaliya laga dhigo ha naxam umad kaliya laga dhigo laakiin xagee looga dhigi masuufiyaan ku xareynaa maqaadiriyan ku xareynaa masayliyan ku xareynaa moobisiyan ku xareynaa marafiyan aqta u galina maya kitaabka iyo sunnada dadka lagu mideeyni ee lambarka 17aad wuxuu yiri mabda uu wato wadaadku 100 sano jira 100 sano ayuu jira أنا ما أمسني دين بقول سنة جرتين جرتوا نبي هجرت وحلقت جوا مع حي كون أفر بقول أفر تاني أفر بلقت جوا إذن وهجرتي إذا هجرت وحكي سر غير واثق أنا هو معروف ما بقت جوا نبي قصة ده تون سنة ما كت جوا جاي مركو يسوي هجرو دينا ثم أنا وكي مدينة جوا جاي إذن وحوي وحكي أبتر سنة سد عودا والشيخ والله waxay kasoo bilaabatay nabi ilaahay maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi mana aaminsanin diin 100 sano jirta inay jirto diinna laga dhigan karo anagu diinta nabi maxamed baa sheekana diin oo anagana noo muslimiinta wanaagsan oo ah taasuna waa baadilkiisa ee la marka 18aad ugu dambeysa hooyo safarka sheekhu siyaasad buu ku dhisnaa horta siyaasadda waa ku qasan laftiisa siyaasaddu waa laba siyaasadood mid waa midan dhaqankan ama dhaqamadan reer galbeedka iyo aan diinta asal ku lahayn oo la isqiyaani ee la islaaca tidiintu ay leedahayna waa mid xigmad iyo maamul wanaagsan iyo idaare fiican ee ku dhisan isna hadaynu saaw raacno oo siyaasad dhahno haddii idaarad fiican iyo maamul fiican iyo cadaalad iyo wanaag iyo khayr buu socday ee fikradda uu siyaasadda u sheegayo ee isaga cadayn doona walaa siyaasad buu ahay waa arrin isagana oo gafafkiisa iyo khaladaadkiisa ee kamid ah سياسات بو سعودي دعوة سعودي بانا نقول لنا كتاب إلهي بو فافني دين إلهي بو فافني نبي الله محمد محمد صلى الله عليه وسلم عليه كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء خير بنو إسرائيل سياسة دي هو قانك وعوها أنبياء دا وهي نبي دا وهي هذي بدها لك سلمت كلا كقد المرأي إذن سياسة شرعية هي الدين ويترتا هذي سيسو كده قلعية هو كتاب كالسنة يا عقيدة وافق صن يا عدالة يا مامل كوناكسن haddii u jeedo siyaasadda hadda qariiban ee khiyaanada ku dhisan ee reer galbeedka dhaqanada islaamka ba aan faafaqsanayna haddii taas sheekhu kuma jeedo anagu kuma jeedo bari baan ka nahay idan waxaan leenahay
ولاد كاسو ولمدنا هر قال لي قليو هنا التوبات كانوا كتاب قال لي الصنادنا دانا هوصوا نغضو والله أعلى وأحكم وإلى اللقاء المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.